فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو استقبل وزير الدفاع السوداني بمطار حسن جاموس الدولي ويسلم رسالة خطية من قبل الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير. كما رئيس الوزراء يستقبل ممثل الأمن العام المتحدة ووزير الدفاع السوداني الذي يزور البلاد. رئيس الوزراء يقوم بتقديم التعازي إلى عائلة فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبو بكر الذي وفته المنية بعد صراعه مع المرض بالعاصمة الفرنسية باريس. سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية من أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية. غادر صباح اليوم الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو وسيدة البلاد الأولى هند ديبيت نو العاصمة أنجمينا متوجهين إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة خاصة يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية وحرم إلى دولة فرنسا. وكان في وداع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو عند مغادرته إلى جمهورية إلى باريس بمطار سان جاموس الدولي عدد من الشخصيات في مقدمة معالي رئيس الوزراء بايمي باتاكي البهر. هذا وقبيل مغادرته فقد استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو بمطار حسن جاموس الدولي وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد حاملا معه رسالة خطية من الرئيس السوداني لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو. عائشة خليل بلال. تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين تشاد والسودان وتعميقها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية وتفعيل الدفاع المشترك من خلال القوات المشتركة السودانية التشادية العاملة في المناطق الحدودية هو القرض من المقابلة التي جمع صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو بمطار حسن جاموس الدولي مع وزير الدفاع السوداني الجنرال عوض محمد أحمد ابن عوف حاملا معه رسالة خطية من الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو، رسالة حملت في طياتها عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أبرزها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين أنجمينا والخرطوم. المقابلة كانت بحضور معالي رئيس الوزراء باهيمي باتاكي البير ووزير الدفاع التشادي الجنرال بشار عيسى جاد الله ومدير المكتب العسكري لرئيس الجمهورية الجنرال محمد روزي. اللقاء استمر قرابة الساعة سمحت للوزير بأن يعرض لفخامته المواضيع التي تهم الشعبين الشقيقين والتعاون الأمني والعسكري بين تشاد والسودان خاصة على الحدود. وننوه بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لهما رؤية تتقاسم نفس الأهداف وهي الحفاظ على أمن وسلامة الشعبين من جميع المخاطر والأزمات التي تتعرض إليها بعض الدول والسعي إلى توفير كل المستلزمات اللازمة التي تحتاجها القوات السودانية التشادية المشتركة لحماية الحدود والتي تعمل أيضا من أجل حماية المواطنين على الشريط الحدودي. وزير الدفاع السوداني عقب خروجه من المقابلة تحدث عن فحوى الرسالة. أنا جيت مبعوث من السيد الرئيس بحمل رسالة لفخامة الرئيس إدريس دبي وفي إطار العلاقات الأخوية بين الدولتين وبرضو في علاقة التنسيق على نحن عندنا مؤتمر الحدود برضو بين القوات المشتركة إن شاء الله في الجنينة يوم 14 شهر 2 برضو نحن دارين نقلنا إنه نحن جاهزين للحكاية دي وبرضو تناولنا بعض يعني ما هو في المنطقة يعني برضو تناولناه. ومن الجدير بالذكر أن تشاد والسودان لهما روابط مشتركة في العديد من القطاعات التنموية وخاصة مسألة الأمن الشامل على المناطق الحدودية التي تربط بين البلدين.